يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. وجولتنا النهاردة طبعا يعني جيم 2 ما بين النادي الأهلي وما بين نادي سموحة، سيمي فاينل دوري سوبر لسيدات السلة. طبعا زي ما أنا قلت ما بين سيدات سلة الأهلي وما بين نادي سموحة. امبارح طبعا كان جيم 1 ما بين النادي الأهلي وما بين نادي سموحة في سلسلة الباست اوف 3. الحقيقة الحمد لله النادي الأهلي قدر أن هو يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 72-65. كانت مباراة صعبة أكيد هنتكلم فيها يعني على كل المستويات، المستوى البدني المستوى الفني كل ده هنتناقش فيه طبعا أكيد في مباراة الأمس قبل ما نبدأ إن شاء الله مباراتنا النهاردة اللي هتبدأ في خلال نصف ساعة المحدد ليها في تمام الساعة 8 مساء. الحقيقة امبارح إن كانت أول امبارح تحديدا كانت جيم 1 بتلعب طبعا على صالة برج العرب بالإسكندرية وأقيمت في تمام الساعة 6 مساء. الحقيقة إن في يعني أمور كتير هنتكلم فيها في مباراة أول أمس طبعا اللي أقيمت يوم الثلاث. كان في أمور فنية عديدة لازم نتناقش فيها. كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سلة الأهلي الحقيقة أنه هو اتكلم في أمور عديدة جدا تخص هذه المباراة. ولكن قبل أي شيء طبعا أرحب بضيوفي الكرام الأعزاء جدا طبعا كابتن محمد سلعوي طبعا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي وعضو لجنة الانتقاء الحالي. برحب بحضرتك في استوديو الأبطال. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة وجودنا معاك المرة الثانية. كابتن طاهر رجب طبعا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وعضو لجنه الانتقاء الحالي، برحب بحضرتك على شاشه قناه نادي الاهلي. وانا برحب بحضرتك كتير جدا وبالقناه نفسها وبشكركم على التغطيه الجميله دي والتغطيه الهائله. كابتن سلعوي يمكن خلينا قبل ما نروح لمباراه اليوم ازاي ممكن تبدا، شايف رؤيتها ازاي، نتكلم الاول على مباراه اول امس جيم 1 ما بين النادي ونادي نادي الاهلي ونادي سموحه. الحقيقه كان فيها امور فنيه يعني وبدنيه تدعو للنقاش. شايف المباراه ازاي، بدايتها كانت ازاي، يمكن كنا بادئين مسيطرين بشكل اكبر، استمرينا في الكوارتر الاول والثاني على نفس المنوال، يمكن الثالث والرابع تحديدا كوارتر فور هو اللي يعني بدانا نتاخر فيه وبدا فيه يتاخر فرق البوينتس. هو المباراه كانت فوز صعب، فوز شاق على غير المتوقع. هي المفروض كانت مباراه النادي الاهلي بيتمتع بنخبه ممتازه من اللاعبات، لكن نادي سموحه عمل مباراه جيده واستطاع انه يجاري الاهلي في معظم اوقات المباراه من اول المباراه لاخرها. لكن النادي الاهلي استطاع في الثواني الاخيره خطف الفوز، لكن طبعا فوز غير مقنع. انا في رايي الشخصي ان ده غير مقنع لان الفرقه بها مجموعه او هي عماد الفريق القومي بتاع مصر، بها مجموعه مميزه جدا. واعتقد ان النهارده هي كل مهمتهم تغيير الصوره عن المباراه الماضيه. طيب كابتن سلعوي سريعا قبل ما اروح لكابتن طاهر رجب نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه طبعا للحديث عن جيم 2 ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه في سلسله باست اوف 3 في نصف نهائي دوري السوبر. رجعنا لكم مره ثانيه لسه مكملين استوديو الابطال وتغطيه ما قبل مباراه طبعا او جيم 2 ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه في سيمي فاينل دوري سوبر سيدات. طبعا يعني كنا قبل الفاصل بتكلم مع كابتن سلعاوي عن مباراه اول امس جيم 1 ما بين النادي الاهلي وما بين نادي سموحه واللي انتهت بنتيجه 72-65. وطبعا اكيد كابتن سلعاوي كان لي وجهه نظر ان هي كانت مباراه صعبه جدا او فوز صعب بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن طاهر خلينا نروح لحضرتك، يعني بتتفق مع كابتن سلعاوي في وجهة النظر دي، كان فوز صعب ولا شايف انه كان الجيم وان سايد جيم؟ ولكن يعني الحقيقة ان احنا كلنا كنا شايفينه مش وان سايد جيم ابدا. هو طبعا يعني اذا كان بالعلم مجردة او بالستاتيستيكس او الاحصائيات تقول ان هو وان سايد جيم، بس لكل مباراة وليها ظروفها. يعني يعني اعتقد ان سموحه الى حد ما عمل ماتش كويس معانا، واحنا ممكن يكون الدي اوف رغم ان الاحصائيات كلها لصالحنا برضه اللي موجوده عندنا هنا اهو بتقول ان الاهلي كان في الجيم يعني اوريدي مش يعني متحفز له او ما كانش حاطط في اعتباره، او ممكن يبقى اللعيبه معتقده ان هي كسبانين في اي وقت وبسهوله.
السموحة عاوز يثبت قدام الأهلي، أو كمان اللعيبة بيبقوا متحفزين لأن عندهم يقين إن الأهلي فرقة جامدة، فبذلوا جهد عشان كده طلع الفرق قليل على غير المتوقع. إنما عموما يعني طالما كان في الجيم الأولاني فده يبقى كويس لينا أو للنادي الأهلي إن هو يبقى يخلي باله، لأن الثلاثة بونت دول ممكن يتعوضوا في أي وقت، وممكن يعني يبقوا في خطر على علينا في اي مباراه ثانيه، او اي مباراه بيبقى فيها السكور قليل بهذا الشكل، لان احنا عارفين ان الباسكت او كره السله عموما لعبه الثواني، في ثواني ممكن تعوض 7 و8 و10 بونت، ما فيهاش مشكله. فاوريدي ان شاء الله هيبان الفرق النهارده، ان هيبقى عاملين حسابهم ان ما توصلش الفرق للنقاط القليله دي. طبعا قبل ما ارجع حضرتك يا كابتن سلعاوي، يمكن عايز انوه لكل مشاهدينا عن نتيجه طبعا جيم 2 ما بين نادي الجزيره ونادي سبورتنج، يمكن 75-56 حقيقه، ان كانت جيم 1 انتهت 71-62، فكده بيكون النتيجه يعني يمكن هم متعادلين. وهنروح لمباراه فاصله طبعا علشان نشوف مين هيواجه بقى الفائز من النادي الاهلي ونادي سموحه. طبعا يعني يمكن لسه طبعا الماتش مخلصش ما بين جزيرة وسبورتينج، ولكن الحقيقة ان سبورتينج هو الأقرب للفوز بهذه المباراة. كابتن سلعاوي، يمكن كابتن طارق في جيم 1 اول امبارح اتكلم عن عدة امور يمكن نستعرضها طبعا في استوديو الأبطال من أرض الملعب. اتكلم عن فكرة الإجهاد البدني، يمكن سبورتينج أو سموحة عفوا مستريحين شوية، مع لهمش ضغوطات، احنا كنا لسه جايين من بطولة كاس مصر، يمكن هو ريح اللعبات وبعد كده فوجئ طبعا بطلب المنتخب لـ 3-on-3، فده يمكن عمل له شوية إزعاج ما بين صفوف الفريق، وده اللي هو اشتكى منه امبارح. شايف الأمور دي ازاي؟ أنا شايف الأمور دي اللي هو في اثناء اللي هي الفتره ما بين كاس مصر وما بين الاستعداد للمباراه قبل النهائيه مع سموحه، كان في بطوله 3-on-3 كان في حوالي 3 أو 4 لعيبه كانوا مشاركين فيها، لكن برضو كانوا بيروحوا التمرين. لكن انا شايف ان دوافع النادي الاهلي اقوى من دوافع سموحه، لكن سموحه ما عليهاش ضغط فلعبت المباراه بارتحيه جامده، فادت الى انها تكون شكلها كويس، ادت معاه مدرب طبعا الكابتن عماد محمود مدرب قدير. لكن اللي انا عايز اقوله يعني هي مباراه كره السله تملي بيجي فيها عصارات زي كده، بس الفرقه البطل موضوع الجهاد والبدني والحاجات دي كلها بتيجي بالمباريات. فان شاء الله انا شايف ان النهارده سيناريو هيبقى غير خالص السيناريو بتاع المباراه اللي فاتت، وهيبقى مكسب مريح، ولان احنا داخلين على نهائيات كمان 3-4 ايام. فاعتقد ان اتفرجوا وشافوا وعالجوا الاخطاء، واعتقد ان كمان النادي الاهلي عنده يعني بنش او عنده يعني 5 بيلعبوا فيه 7، سواء الخمسه مين او السبعه مين في مستوى واحد ما يختلفوش. فاعتقد ان النادي الاهلي بيتمتع ب 12 لاعيبه على مستوى فني عالي، واعتقد كمان ان نادي سموحه قدمت ما هو مطلوب منها خلاص. طيب كابتن سلعاوي، يمكن شيكيلي اصيبت بسبريند انكل في التمرين اللي سبق مباراه او جيم 1 ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه، شايف ازاي غيابها فارق مع الفرقه ازاي؟ يعني فكره وعدم وجود محترفه في صفوف الفريق. اعتقد هي كلاعبه نقيمها لعيبه جيده جدا دفاعيا وهجوميا وريباوند وفاست بريك، لعيبه متكامله، لكن اعتقد ان راحتها هتكون للفاينل. لكن الفرقه انا قلت لك ان الفرقه مش هتتاثر وما تاثرتش، ولعبت بدون اجانب وكسبت البطوله قبل كده نهائي دوري المرتبط، ما كانش فيه، كانوا بنلعب النهائي مع سبورتنج وما كانش فيه اجنبيه، وكسبنا حوالي 35 بونت، ولكن الفرقه قوامها جيد جدا، الفرقه ممكن تستطيع ان تكسب بدون اجنبيه، وهذا لا يقلل من ان الاجنبيه لاعبه جيده جدا جدا.
كابتن طاهر، يمكن عايزين نتكلم شوية عن نادي سموحة. يمكن كابتن عماد محمود طبعا أكيد يعني مدرب لتقله أكيد، ومدرب ضرب في منتخب مصر ومذاكر فرقة النادي الأهلي كويس. فكرة خسارته أول أمس أو في جيم 1 من النادي الأهلي بفارق أو بسكور يمكن مش هو المتوقع بالنسبة للنادي الأهلي، ده هيخليه عنده أمل أو فكرة إن هو يكسب النهاردة النادي الأهلي؟ هيكون عنده فكرة ان هو يكون زي ما شفناه مذاكر طبعا الفرقة كويس جدا، وكان قافل كمان مفاتيح اللعب لعدد من اللاعبات كمان زي ما شفنا في جيم 1 وتحديدا سوريا، ممكن النهاردة يكون داخل بدافع ان هو يكسب مباراة اليوم؟ طبعا، وكل فرقة مشتركة في الدور قبل النهائي ده هي عندها امل ان هي تكسب وتوصل النهائي، ما فيهاش شك. وانا متاكد ان كابتن عماد محمود مدرب يعني ليه تقله طبعا، وكان مدرب منتخب مصر وخبراته عاليه جدا، وطبعا اكيد مذاكر فرقه النادي الاهلي لان كل الناس مركزه مع النادي الاهلي طبعا، لانه هو متفوق عموما خلال العوام اللي فاتت دي في كره السله النسائيه، تفوق واضح يعني. والسيزون ده محققين رباعيه وبنسعى للخماسيه، يعني بنسعى دي تبقى الله. اخر بطوله لينا ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما فيش بطوله هتروح من هنا ان شاء الله باذن الله. وعلى هذا الاساس سموحه بجانب ان المدرب كفء وجهازه على مستوى عالي، كذلك في لاعبات عنده كويسين، مش يعني مش قليلين برضك يعني المساله. واي حد بيلعب اي ماتش اكيد عنده حافز انه يكسب، هو مش جاي يعني ما اعتقدش ان في الدوري الممتاز او في المستوى العالي ده يبقى في يأس او ان انا لا ده انا داخل العب النادي الاهلي يبقى الامل مفقود، وبدليل انه كمان الفرق القليل اللي تم في الماتش اللي فات هيشجعهم الى حد كبير، انه يقول لك بدل انا 3 بونت فرق ممكن يتعوضوا، وممكن اكون في الماتش اللي جاي ده في عندي مميزات وفي عندي مستوى يؤهلني ان انا امشي مع الفرق اللي قدامي واكسب عادي جدا. يعني الحافز ده موجود في المستويات اللي زي الدوري الممتاز في كرة السلة النسائية دي، مفيش حد يعتقد ان هو عنده جزء من اليأس اطلاقا، انما كله شايف ان هو يقدر يكسب. انما انا بتكلم على النادي الاهلي، هو يعني الماتش اللي فات ده هيخليه لحد ما في حذر انه ما ينزلش على مستواه المعتاد، انه ما ينزلش على مستواه المعتاد، وهو ده اللي هيتعب سموحه بقى في ساعتها. انما هم عندهم الحافز طبعا، وان شاء الله جود لك يعني الاهلي يعني ان شاء الله. كابتن سلاوي، يمكن برضو عايز اتكلم عن سموحه شويه، فكره مشاركته في البطوله العربيه، حصوله على المركز الثاني، يمكن ده دفعه قويه يديله دفعه ان هو يمكن بيسعى ان هو يحقق دوري السوبر. كل فرقه، بص اي فرقه بدون طموح وبدون حوافز لا مش هتبقى في مراكز متقدمه. سموحه من الاربعه اللي وصلوا للفاينل فور بالنسبه للدوري العام، فسموحه فرقه جيده، لعبت معاها مدرب بقاله سنتين كابتن عماد، وجهاز فني عالي معاه، وان لعيبه على مستوى عالي وخبرات في مي حلوه، في ريكو، في اكتر من لعيبه على مستوى عالي في الفرقة سموحة. فرقة سموحة تعتبر فرقة لحد ما متكاملة، وبعدين فيها ميزة انه معتمدة على صغار السن من الناشئين، هم اللي قدروا يلعبوا ضد الاهلي المرة اللي فاتت، وكان في نسبة عالية منهم في الثلاثيات، البنات الصغيرين اللي هم في 18 سنة اعتقد، او المطعمين للدرجة الاولى. لكن هي فرقة في الدورة العربية وصلت نهائي دورة عربية، خسرت النهائي، لكن طبعا فرقة النادي الأهلي وضع تاني، شكل تاني وكيان تاني. فرقة الدورة أنا اعتقادي الشخصي وأنا قلت الكلام ده أكتر مرة، إن هي لازم تخرج خارج الإقليم،
تتجه للبطولات العربية وتتجه للبطولات الأفريقية. لأن خلاص بقى يعني بالنسبة للدوري العام ومنطقة القاهرة والكاس مصر والسوبر وكل حاجة دي، أعتقد المنافسة بقت بعيدة. أعتقد السنة دي كمان لازم ده يحصل الناس على ده، لأن سيزن يعني يعتبر متقفل إن شاء الله بعد دوري السوبر، لو طبعا إن شاء الله بنسبة كبيرة نحصل عليه هيكون خماسية، فأكيد نسعى إن إحنا أو حلم لينا إن إحنا نكون موجودين سواء في البطولة العربية أو الإفريقية. وكمان طارق خيري عامل حالة في الفرقة دي، في كبار في صغيرين، إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي هيكون لمدة 3 سنين إن شاء الله هو مسيطر على السلة النسائية. كابتن طاهر خلينا نرجع مرة تانية لجيم 1، أهم الأخطاء اللي حصلت في المباراة يجب على الجهاز الفني أنه يتفاداها في جيم 2 النهاردة إن شاء الله. هو زي ما أقول إن في شعرة بين الثقة و يعني في حاجة بسيطة بين الثقة وبين إن أنا داخل، مش عاوز أقول الغرور، إنما داخل بقول إن أنا داخل كسبان، ودي اللي هي اللي تعمل لنا المشكلة دي. فأنا مفروض يبقى عندي ثقة في النفس، وفي نفس الوقت لازم أحترم الخصم احترام تام في إني أتعامل معاه، وإني إني أعمل حسابي إن ممكن تحصل مفاجأة ما كنتش عامل حسابي فيها. ودي لازم يبقى الريتم بتاعي طول المباراة على نفس المستوى القوي، بحيث ان ما اديش فرصة ان الفرقة اللي قدامي يعني هي تبقى تاخد عليا وتفرض عليا الشروط لعبها ونوعية لعبها. لازم انا ابقى مخلي بالي من الحته دي. فبالتالي النهارده انا بقول اساس ان هم لعيبه كبار بتوع الاهلي، فاكيد هيعملوا حسابهم ان اللي حصل المره اللي فاتت ما يحصلش النهارده. انما يعني انا واثق ان كمان الفرقه ال 12 لعيبه اللي موجودين في السكور، بصرف النظر ان المحترفه مش موجوده، انما كلهم يعتبروا في مصاف المحترفين. فبالتالي اللي هيلعب اساسي واللي قاعد على البنج بره لا يقل عن اللي جوه. فاحنا الناس كلها هتلعب ان شاء الله، فهتبقى معامله حسابها على هذا. زي ما احنا شايفين طبعا قدامنا دلوقتي على الشاشه لكل متابعي مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي، احماء طبعا فريق النادي الاهلي ونادي سموحه استعدادا لجيم 2 في سلسله بيست اوف 3 ما بين او في يعني نصف نهائي دوري سوبر سيمي فاينل، واللي بتقام على صاله برج العرب بالاسكندريه. يعني أقل من 10 دقائق بتفصلنا عن انطلاق هذه المباراة، إن شاء الله يكون للنادي الأهلي فيها الكلمة العليا ويقدر إن هو يحسم المباراة النهاردة أو يحسم يعني تأهله للفاينل إن شاء الله اللي هيقام في القاهرة، وإن شاء الله يعني نحصل كمان على هذه البطولة وتكون خماسية لسيدات سلة الأهلي الحقيقة. يعني حقق سيزن متميز، يعني ما نقدرش نقول غير كده، شفنا أداء متميز جدا بلا خسارة. يعني أكيد إن شاء الله هيكون أمنيتنا الكبيرة أنه يكون دوري السوبر هو يعني يختم بيه هذا السيزن، وتكون الخماسية بالنسبة للنادي الأهلي، وزي ما أنا كنت بتكلم من شوية أنه يكون بقى يعني نشارك في البطولة العربية والبطولة الإفريقية. خليني أقول لحضراتكم أن يعني مباراة نادي سبورتينج ونادي الجزيرة انتهت بنتيجة 81-72، وبكده يكون نادي سبورتينج قدر أنه هو يحسم هذه المباراة أو جيم 2 ما بينه وما بين نادي الجزيرة، وكده هيلجأوا طبعا لمباراة فاصلة علشان يحددوا مين اللي هيكون في الفاينل. إن شاء الله إن شاء الله يكون أمام النادي الأهلي. طيب خليني بقى أروح لك يعني يا كابتن سلعاوي، نقاط الضعف اللي عند سموحة اللي نقدر إن احنا نضغط عليها النهاردة علشان يبقى فرق السكور أكتر من جيم 1. اعتقد ان النهارده النادي الاهلي من بدايه المباراه هيفرض اسلوب لعبه وسياسته الدفاعيه على نادي سموحه، لان كل مدرب اتفرج على الاخطاء واتفرج على شريط المباراه و
لكن انا اعتقد ان احنا ما افتقدناه المباراه اللي فاتت اللي هو الفاست بريك الجري السريع التحجيز والريباوند وكان في نسبه مش وحشه في الفاول شوتينج والثري بوينت برضو النسبه ما كانتش كويسه لكن اعتقد دي كانت حاله والحاله دي هتعدي ان شاء الله النهارده واعتقد لو الضغط على النادي السموحه من اول الملعب هيختلف وخاصه على صانعه الالعاب. تمام زي ما احنا متعودين دايما يكون عندنا اخر الاجواء من ارض الملعب. دلوقتي طبعا هينضم لنا زميلتنا روزان نصر من صاله برج العرب بالاسكندريه عشان يعني تطمنا على حال الفريق اكيد كل الامور سواء عمليات الاحماء سواء كمان اذا كان في اصابات يعني القائمه الاخيره. اتفضلي يا روزان. برحب بيكي مريم سميح وبرحب طبعا بضيوفك الكرام يعني نجوم الاستوديو التحليلي وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من استاد برج العرب بالإسكندرية طبعا موجودة معاكم لنقل يعني جيم 2 والمواجهة الثانية ما بين فريق سلة سيدات الأهلي أمام سموحة. يعني منذ قليل طبعا انتهت مباراة سبورتينج والجزيرة انتهت طبعا بفوز يعني كانت مباراة قوية جدا انتهت بفوز سبورتينج بنتيجة 81-72. خلينا أقول يعني يا مريم النهاردة مباراة قوية جدا ما بين النادي الأهلي وسموحة يعني لكلا الفريقين بصراحة أكيد يعني بيسعوا لتحقيق الفوز سواء النادي الأهلي طبعا لضمان طبعا تأهله للمباراة النهائية في فوزه لو فاز النهاردة طبعا في المواجهة الثانية بعد فوزه في المواجهة الأولى أمام سموحة أو سموحة طبعا اللي بيسعى كمان لتحقيق النهاردة الفوز أمام النادي الأهلي لضمان مباراة يعني فاصلة قبل التوجه للمباراة النهائية. خليني كمان يعني أقول إن كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سلة سيدات يا مريم يعني منذ قليل طبعا قبل عمليات الإحماء يعني الموجودة خلفي حاليا كان بيدعم وبيشجع الفريق بشكل كبير وقوي جدا يعني بيعمل طبعا على العامل النفسي يعني قبل العامل البدني وده الحقيقة للفريق محتاجه أكيد دلوقتي. يعني خليني أقول كمان في المران الختامي يعني اشتغل أكتر على تركيزهم في كل الجوانب الخططية طبعا لمواجهة الخصم النهاردة. طبعا يعني خليني كمان أقول أنه النهاردة يعني لقدر الله لو سموحة فاز على النادي الأهلي هيكون في مباراة فاصلة قبل المباراة النهائية يعني ولكن إن شاء الله يفوز النادي الأهلي ونرجع لك بعد المباراة يا مريم نحتفل إحنا والمشاهدين بفوز النادي الأهلي في جيم 2 أمام سموحة. نشكرك جدا طبعا زميلتنا العزيزة روزان نصر من صالة برج العرب بالاسكندرية وقبل دقائق قليلة جدا يعني من بداية مباراة ما بين النادي الاهلي ونادي سموحة جيم 2 يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراة. يعني خليني كده كابتن طاهر يمكن اروح مع حضرتك كان في تصريحات لاتنين من يعني لاعبات اساسيات داخل الفريق يمكن في جيم 1 سواء نادين سلعاوي او رنيم الجداوي كانوا بيتكلموا عن ان كان في بعض من الاستهتار منهم وده اعترفوا بيه طبعا على الهواء مباشره بعض من الاستهتار منهم خاصه في يعني اخر تو كوارترز. شايف ازاي هل ده حصل فعلا منهم ازاي ممكن يتفادوه النهارده علشان ده ما يحصلش مره اخرى في جيم 2؟ هو يعني انا مش عاوز اقول كلمه استهتار انما لان هم طبعا قد المسؤوليه كل البنات بتوعنا ولاعبتنا انما بقول ان هو في ثقه زايده اللي هي الشعر اللي احنا قلنا بين الثقه ومش عاوز اقول غرور برضه يعني فيش انا اثق في نفسي بس ابقى حريص. الحرص دوا يعني انا مش عاوز اسميه استهتار لان دول لعيبه محترفه يعني فمجرد ان انا ببقى يعني احترم الخصم تماما واتاكد ان اللي بيلعب قدامي ده ممكن في وقت من الاوقات يكون في مستوى حتى ولو اعلى من مستواه لان ده وضع طبيعي اللعيب مره بيبقى في مستوى عالي ومره تاني بيبقى في مستواه يعني المعتاد وفي اوقات كمان بيبقى اوف داي ومش يومه بيبقى انا ببقى عامل حسابي على كل المستويات ان حتى لو هو يبقى عامل حسابي على المستوى العالي ان اللي قدامي النهارده يومه مثلا ابقى انا متحفز ليه او متوقع ان هو هيبقى مستواه عالي واحترم الفرقه اللي قدامي كويس قوي عشان ما تحصلش وخاصة في الكوارتر الثالث والرابع لأن يعني دول في أوقات كتير بتبقى أنت خسرانة
وخسرنا بعدد مش قليل من النقط او البوينتس، وتيجي في الثالث والرابع تقدري تعوضي او تبقى يعني يتعوضي ليكي يا هم يعوضوا ليهم. فبالتالي يبقى لازم ابقى حريص في الثالث والرابع كويس قوي. حتى المدربين بيلجأوا ان الاول والثاني يبقى المسألة في أوقات بتبقى الكوارت الأولاني مثلا وجزء من التاني جس نبض أشوف اللي قدامي الفرقة التانية بتلعب ديفنس إيه، بتبقى حاجة فنية بحتة، إنما ديفنسه إيه في الأوفنس إيه، إيه هو النقط الضعف اللي ممكن أنا أتعامل فيها في الثالث والرابع، إيه نقط القوة عنده إن أنا أقدر أوقفها. كل الحاجات دي بتعمل حسابه وتبقى ليه دخل جامد في المدير الفني او الجهاز الفني في ان هو يتلاشاها وده. انما حكايه الاستثار كل لعيب بقى على وحده على حده، كل لعيبه لوحدها على حده تعمل حسابها ان اللي قدامها ممكن يكون في احسن حالاته النهارده، مش يبقى داخل في ان في دماغي ان انا كسبان او، لان طبعا كمان احنا زي ما قلنا ان البنج بتاعنا قوي جدا يعني ال 12 بسم الله ما شاء الله، الاهلي عنده ذخيره كويسه من اللاعبات. فبالتالي اي حد هينزل هيؤدي نفس الدور بتاع اي حد تاني. ففي الاول وفي الاخر ان مش عاوز اقول استهتار، انما لازم اعمل حساب. تحديدا هي اللي اتكلمت امبارح على فكره استهتار، هي قالت يعني حرفيا اللفظ ده، يمكن علشان هم مش متعودين برضو يا كابتن طاهر على فرق السكور البسيط ده. لا وبرضو ان هي انها تقول كده سواء هي او نادين او اي لاعبه، ده احساس بالمسؤوليه ان هم برضو يعني ما قدروش الموقف كما ينبغي، ودي شعور طيب جدا وعقلية محترمة جدا وعقلية محترمة، ويخليك انك انت تحاول تظهري احسن ما عندك في الجيم عشان تعوضي الوضع ده وما تقعيش فيه تاني. اهم حاجة هو دايما كابتن سلاوي سيدات سلة الاهلي تحديدا ما بيفرقش معهم الفوز بس، بيفرق معهم الاداء وفرق السكور كمان. يعني الفريق ده على وجه التحديد طول الوقت بيحاسب نفسه، حتى لو كانت الاخطاء مش باينه بشكل كبير، ولكن دايما بيسعوا ان هم يعني يكونوا في البرفكشن. لان هو اصلا لعبه كره السله لعبه متميزه بحاجتين، اول حاجه ان انت عايزه تلعبي وتمتعي وتبسطي الناس اللي بتتفرج عليكي، ان انت يحسوا ان انت بتعملي اداء جمالي، اداء حلو بيخلي الناس ترجع تاني وتتفرج وكده. واللعيب لما بيلوم نفسه او بيحس ان هو ما قداش ما هو عليه، دي احسن حاجه بتخلي اللعيب يتقدم للمباراه اللي بعديها ويحاول انه يقلل من الاخطاء. واعتقد ان الجهاز الفني طبعا كل الحاجات دي هو رصدها وحاططها في الحسبان ومتكلم فيها وموبخ بقى عليها. طب كابتن سلاوي، يمكن كابتن طارق كمان اتكلم عن ان هو ما كانش فارق معاه قوي في جيم 1 فكره فرق السكور، رغم ان هو طول عمره بيهتم بده. شفنا طبعا يعني على مدار السيزونز اللي فاتت، وشفنا اكيد المباراه ما بينه وما بين نادي الزمالك، واللي بسببها يمكن نادي الزمالك كمان الفرقه بتاعته هبطت يعني، ويمكن كمان تم تسريح كل الفريق. ولكن هو المره دي مش مهتم بفرق السكور، هو قال كان مهم بالنسبه لي قوي المكسب. شايف ده سببه ايه ان هو يكون مهتم بالمكسب عن السكور، ودي مش طبيعته؟ مش طبيعته، بس هي دي المره يعني. هو في المباراه الاولانيه في الادوار التمهيديه كان مهتم، بدليل اللي احنا كسبنا الزمالك 70 بونت والزمالك لغى الفريق وكده. لكن الادوار النهائيه يهم المكسب اكتر من الاداء، واكتر من لان المكسب هو اللي بيديك للبطوله، لكن الاداء يعني انك تعملي اداء جيد ولا قدر الله تخسري لا يساوي شيء، لكن المكسب هو المهم. والفرقه اللي تعرق حتى لو ادائها وحش وتكسب يعني بتبقى في حاله جيده جدا يعني. فهو الادوار النهائيه اللي هي السيمي فاينل والفاينل محتاجه مكسب فقط، والاداء يتصلح من مباراه لتانيه.
نبدا النهارده المباراه ازاي يا كابتن سلاوي؟ شايف كابتن طارق ممكن يبدا المباراه ازاي النهارده كوارتر الاول والثاني علشان يعني نكون مرتاحين واحنا رايحين للثالث والرابع عشان ما يحصلش نفس اللي حصل في جيم 1؟ انا اعتقد انه هيبدا بالقوه الاساسيه بتاعته، هيضغط على نادي سموحه من اول الملعب، هيرجع من دفاع مان تو مان او رجل لرجل في المنطقه الخلفيه، هيحجز، هيجري، هيرجع الفاست بريك لحالته الطبيعه، سوريا هتجري، نادين هتجري، رنين من تحت الباسكت هتبقى عندها شغل جامد. اعتقد اللي هنركز في فاول شوتنج وهنركز في الاثنين بونت والثلاثة بونت، اعتقد الجيم النهارده هيختلف والاداء هيبان في الشوط الاولاني والثاني مختلف كليا عن مظاهره في المباراه. كابتن طاهر، يمكن في اي سلسله باست اوف 3 والمباريات اللي بتكون زي باست اوف 3 ما بيبقاش عندنا فرصه ان احنا نتمرن، يعني يمكن كان في بعد جيم 1 على طول ريكفري تلج، امبارح كان مران وحيد، والنهارده طبعا كان في فيديو سيشنز للاعبات، ده يعني النهارده شايف ان هو ممكن ياثر علينا على فكره الاجهاد البدني اللي حصل من جيم 1، ولا هنتفاداه النهارده وهنقدر ان احنا نحسم المباراه لصالحنا؟ انا كنت في كلمه حضرتك قلتيها حلوه، وان هي البني ادم الكويس اللي باستمرار او اللي بيركز في شغله وحاجته بيحاسب نفسه. طبعا الكلمه دي لما قلتيها نترجمها بقى في اللعب. هو سواء نادين او رنيم قال لك ان في استخطار، هو كلمه استخطار دي زي ما قال الكابتن سلعاوي كده، ان البني ادم لما يحاسب نفسه مش هيغلط تاني او مش هيقع في نفس الموقف ده، وانت قلتيها بتعبير بيحاسب نفسه. فهم اكيد لما قالوا الكلام ده يبقى عملوا في حسابهم ان هم المره الجايه مش هيعوضوا اللي حصل بالظبط. فبالتالي لو كل لعيب، وهو اكيد لعيب على مستوى عالي، هيحاسب نفسه يبقى مش هيقع في الاخطاء بتاعه المره اللي فاتت، يبقى بالتالي واكيد يعني الكابتن طارق نبههم لما حصل التمرين اللي بعد الماتش او حصل اجتماع قبل الماتش او قعدوا واتفرجوا على الفيديو بتاع الماتش اللي فات، كل الحاجات دي، فبتبقى الكلمه بقى دلوقتي للمدير الفني ان ينبههم لاخطائهم، وان خلي بالكم انتوا كنتوا في دروب في الديفنس في الحته دي، ما تعاملتوش كويس مع الريباوند، ما تعاملتوش كويس مع الديفنس، ما تعاملتوش كويس مع الاوفنس، كل الحاجات دي بتتذكر وبينبه، وهم اوريدي بيستقبلوا بكل سهوله لان طبعا لعيبه على مستوى عالي، يعني مش لعيبه قليله. فانا اعتقد ان وعقلياتهم كمان الحقيقه عقليه يعني محترفات، مش لاعبات يعني بالزبط محليات ابدا. والنتائج هي بتقول، يعني النتائج على مستوى لما نيجي نشوف الاستاتستكس والاحصائيات اللي موجوده عندنا بتقول ان هم عاملين موسم كويس جدا لحد دلوقتي. ان شاء الله يعني نعدي الماتش ده وبفرق سكور، رغم ان حكايه فرق سكور او مش فرق سكور برضه كنت سالتيني سؤال مهم جدا، هو في الماتشات اللي هي تبقى نوك اوت او ماتشات البيست اوف 3 ماتش ويعدي ان شاء الله بونت، انا ما بتكلمش ان هو بقى محتاج سكور تحديدا السيمي فاينلز، عشان انا دلوقتي اللائحه بتاعتي ما فيهاش ان هي بتاخد بفرق سكور، انما بتحتاج بيست اوف 3 هتكسب ماتش تخسر ماتش يبقى في ماتش تالت، ولو كسبت الماتش التالت بونت خلاص يبقى انا وصلت، مش هبص بقى يعني حققت اللي انا عايزه. انما انت بتتكلمي عشان تبقي في السيف سايد، يعني في الامان، ان انا ما يبقاش ماتش لان لما يبقى في تلاته بونت ولا بونت دي شوطه في ثانيه، او كره بتو بوينتس من تحت الباسكت، كره بنقطتين، يعني ممكن تيجي في ثانيه يبقى انا خسرت الماتش، ببقى عامل حسابي ان يبقى الديفرنس او الفرق يكون الى حد ما مريح او مطمئن، 9 بونت 10 بونت
مش هتقدر تتعوض في 30 سنة. طيب خلينا نقول ان احنا دلوقتي في انتظار انطلاق المباراة، طبعا كان محدد ليها في تمام الساعة 8 مساء، ولكن احنا ما زلنا في انتظار انطلاق هذه المباراة. كابتن سلعوي، لو نستعرض طبعا مع حضرتك الجهاز الفني لسيدات سلة الأهلي، تكون من الكابتن طارق خيري مدير فني، كريم محمد مدرب عام، عليا محمود مدرب مساعد، ماجد فوزي مدير إداري، بشير عبد الحليم إدارية، أكرم عادل مخطط أحمال، أمجد أكرم، محمد أكرم محلل تقني، دكتورة مروه حسيني طبيبة الفريق، دكتورة ياسمين محمد أخصائية العلاج الطبيعي، الدكتورة مي القاضي أخصائية نفسية. كابتن طاهر، لو نستعرض مع حضرتك قائمة سلة سيدات الأهلي. القائمة بتاعت البنات بتوع الأهلي، لعيبة الأهلي، لاعبات الأهلي: ميرال أشرف رقم 4، نادين السلعاوي 7، سرية محمد رقم 8، ندى نافع رقم 9، دينا عمرو رقم 10، نرمين أمين رقم 1، رضوى محمد رقم 12، فريدة وائل 14، رنيم الجداوي 15، حبيبة محمد، شهيرة بيكو 40، يارا أسامة 44، جايدة خالد رقم 99. كابتن سلعوي، خلينا نروح مع حضرتك للجهاز الفني الخاص بسيدات سلة سموحة، نستعرضه مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين. تكون الجهاز الفني لسيدات سموحة من الكابتن عماد محمود مدير الفني، هيثم رسلان مدرب عام، محمود يونس مدرب، مؤمن مصطفى مدرب أحمال، هايدي محمود أخصائي إصابات، شروق بدراوي أخصائي، جهاد سمير مدير إداري. كابتن طاهر، خلينا نستعرض مع حضرتك قائمة سلة سيدات سموحة. قائمة سيدات سموحة: سماء السيد رقم 2، مي حسين رقم 3، هنا حسن رقم 4، آية فتح الله رقم 5، إملي ليتلي وأعتقد من الدين محترفة رقم 7، ريم أسامة رقم 8، إنجي صلاح رقم 10، رنا محمد رقم 11، ملك عبد القادر رقم 14، حبيبة لطفي 17، ملك سامي 20، آيتن إيهاب 24، فريدة طارق 22، نور الهدى 32، حنين أحمد 35، جنة مصطفى 74، فاطمة خضراوي رقم 99. اعتقد هم هياخدوا 12 من دول، يعني مش يمكن قدامنا على البورد من ارض الملعب او يعني صاله برج العرب بالاسكندريه خلاص 3 دقائق بالظبط بتفصلنا عن انطلاق هذه المباراه. خلينا قبل ما نروح طبعا لمعلقنا كابتن احمد مناع، خلينا نستعرض مع مشاهدينا لقاءات الاهلي وسموحه هذا الموسم. الحقيقه ان هم تقابلوا في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط، الاهلي طبعا كسب بنتيجه 84 وسموحه 66، في اياب نصف نهائي دوري المرتبط الأهلي 92 سموحة 64، وفي الجولة السادسة من الدور الترتيبي لدوري السوبر الأهلي 94 سموحة 78، وفي الجولة ال 13 من دور الترتيبي لدوري السوبر الأهلي 82 سموحة 72، وفي الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السوبر الأهلي 72 سموحة 65، زي ما احنا تابعنا طبعا أول أمس في جيم 1. طبعا يمكن مشوار الصعود كمان لنصف النهائي بالنسبة للأهلي، الأهلي الحقيقة أنه هو احتل صدارة الدور الترتيبي من الدوري، أما سموحة طبعا جاء في المركز الخامس. الأهلي طبعا فاز على مصر التأمين بنتيجة 98-71 وأيضا بنتيجة 89-71، أما بالنسبة للاتحاد السكندري أو سموحة يعني فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 62-58 وأيضا في المباراة الثانية بنتيجة 72-68 للاتحاد السكندري.
خلاص يمكن دقيقة و30 ثانية بتفصلنا عن انطلاق هذه المباراة. يعني كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة يقدر يحسم صعوده لفاينل دوري السوبر، وإن شاء الله ما نلجأش لمباراة فاصلة. والآن تذهب الكلمة لمعلقنا المتألق كابتن أحمد مناع.